بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي عصر اليوم السباق الثامن لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس شركة الحواج وكأس إبراهيم بن سعد الرميحي وكأس الوسمية، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وممثلو من الجهات الرسمية الراعية للسباق وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الوسمية إلى المضمر الفائز بالشوط الثالث ألن سميث، فيما قام عبد العزيز حمد الرميحي بتقديم كأس إبراهيم بن سعد الرميحي إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. كما قدم إبراهيم حمد الرميحي جائزة إلى المضمر الفائز بالمركز الأول في الشوط السابع، وقدم أحمد سعد الرميحي جائزة إلى الفارس والسايس الفائزين بالمركز الأول في الشوط السابع، فيما قام ممثلو عائلة الحواج وضيوف شركة الحواج بتقديم كأس الحواج للشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكأس الحواج للشوط السادس إلى المالك الفائز عبد الرسول الحسنين. وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.